واسمه هو اصل برضو انا محتاج افهم حاجه. انت بتتكلم دلوقتي عن منظومه رائعه في كل شيء صحيح، كل حاجه حلوه، نقل والكلام اللي احنا كلنا مش بنقوله مجامله لحد، ولكن هو احنا شايفينه على الشاشه وبالتالي بنقوله. طيب هو لماذا لا يتطور الاداء التحكيمي بما يتناسب مع اللي احنا شايفينه ده؟ كل حاجه بتتطور وكل حاجه بتبقى كويسه، يعني دايما بتلاقي المسؤولين في لجنه التحكيم بيعملوا ايه؟ يطلعوا يدافعوا عن حتى القرارات الغلط الغلط. دي بقى معجزه يعني. انا لما كابتن محمد عادل، خلينا نتكلم ان كابتن مثلا محمد عادل لما طلع على حاجه هي خطا 100%، والكل اهلاوي وغير اهلاوي قال ان هي غلط. خلاص. لكن الحالات اللي هي الفنيه ممكن تروح تقول لي ممكن تروح تقول لي لا، اقول لك لا، تقول لي اصله جه من هنا، اصل كتفه، اصل ركبته، اصل على معلول زق، اصل ايمن اشرف شد. فدي نقدر نتكلم. لكن لماذا لا يكون هناك تطوير في التحكيم حتى الان؟ هل بالفعل هل احنا لو زي ما التصريح اللي بيقوله الاستاذ محمد القصري، وانا ما اعرفش هو موجود ولا لا، ده لو حصل دي تبقى كارثه كبيره جدا. تعرف يا كابتن اسلام، خلينا نقول ان الحكم نفسه، حكم الفار، مع كل الاحترام ليه، اللي كان في مباراه الاهلي والمقاولين مش فاهم قانون. في وقع نفس وقعه مباراه الاهلي بالظبط حصلت في ماتش بيراميدز واتحاد اسكندري. حكم صفر ضربه جزاء لاتحاد اسكندري، حكم الفار استدعاه وقال له لا، كان في خطا من الاول لبيراميدز، واتحسبت ضربه جزاء لبيراميدز، والحكم رجع في قرار ضربه الجزاء لاتحاد اسكندري، وكان في انذار كمان. الله، يبقى في تطوير اهو اهو اهو. يعني في ناس سمعنا، يعني في ناس قاعده على الفار فاهمه قانون. هي نفس حاله مجدي قفشه وحمدي فتحي كربون، ضربة جزاء للأهلي، الكرة بتترد نفس اللعبة، الكرة ما طلعتش ولا اللعب وقف، هي نفس اللعبة ردت بحالة الطرد بتاعت حمدي فتحي. الحكم استدعى، الحكم الفار استدعى أحمد غندور عشان حالة الطرد، مش عشان أنا قلت هو بيستدعيه، هيقول له من الأول، بقول له ابدأ من الأول في ضربة لقيتهم بيعيدوا حالة. يا جماعة هو في إيه؟ في يا جماعة في حد يقول للحكم في ودنه؟ على فكرة احنا ساعتها هي ما اتعادتش، ما تعادتش، لا ما تعادتش بمناسبه الاعادات، هي ما تعادتش. فاحنا قلنا ايه؟ ممكن ما تكونش ضرب، احنا عرفنا الكلام ده كله ما بعد المباراه، وكره قفشه، ايوه كره قفشه، ما تعادتش احنا، ما وكره شريف ما تعادتش. بس انا بكلمك على كره قفشه ليه؟ لان كره قفشه زي ما احمد بيقول اثرت بشكل او باخر، لان هي طرد. فانت دلوقتي لو كنت حسبتها من الاول ما كانش اتطرد، هيرجع طرد. المخرج ما تعادلش، شفناها برده يا كابتن. هو الحقيقه المخرج في المباراه دي كان معجب بشرابات اللعيبه طول الوقت، بيقطع تحت على رجلين اللعيبه، وكان بيعمل حاجات غريبه. والحقيقه لازم يا جماعه الكاميرات ووحدات النقل بقت رائعه. بس خلي بالك احنا عندنا برده مجموعه رائعه طبعا جدا، فلازم نختار لازم نقول طبعا لازم نختار مخرجين على قد المسؤوليه، لانه في اخطاء، يعني اخطاء المخرج زي اخطاء الحكم في المباراه دي، اخطاء المخرج زي الحكم. هو ليه المخرج هو هل انت مخرج المباراه حكم فار؟ فانت لو الحكم ما راحش في الفار ما بتعيدش، يعني مش فاهم. يعني هو الكورتين اللي فيهم شك بتوع الاهلي ما عندهمش، هل انت حكم فار؟ هل في بروتوكول بين المخرج وغرفه الفار ان لو سمحت لو في حاله جدليه ما تعيدهاش؟ هل هم قايلين له كده؟ ما لازم نبقى عارفين، لانه الحالتين الجدليتين اللي في للاهلي لو كده ما كانش الكابتن عصام فتاح صرح وقال ان الفيديو او كل ما يدور داخل الفار مسجل، وهنجيب الكلام على الهدف او لقطه الهدف اللي كانت المفروض. كمان لقطه الهدف دي انا مستغرب، إيه الموضوع اوتوماتيك، قال حاجه مهمه، يعني هو بيحط من ضمن الحاجات هنحقق فيها، ولو غلط المخرج هنحاسبه. هو هل انت علاقه المخرج بالموضوع عليك؟ مش هو علاقه المخرج، هل يملك الكابتن عصام فتاح انه يحاسب المخرج؟ لا، وعلاقه المخرج ده هو خط الحكم، الحكم الفار بيحط خط التسلل على ده. تصريح بقى موجود، انا سمعته بقى على اخر تصريح موجود، متاكد امبارح هو بس كده فعلا. يعني حتى رابطه الانديه قالت ان احنا عملوا مؤتمر وقالوا ان احنا طلبنا من لجنه الحكام والكابتن عصام الفتاح يوقفوا شويه عن التصريحات، والحقيقه كابتن عصام بعد ساعتين برضه بيقول نفس التصريحات. فالحقيقه الموضوع يعني في اخطاء واضحه. الاهلي في اول اربع مباريات ثلاث مباريات كلين شيت، مباراه وحيده بس اهتزت فيها شباكه، مباراه الزمالك، محقق العلامه الكامله 12 نقطه. نتمنى ان مباراه بكره تعدي على خير، لان اعتقد ان مباراه المحله في استاد غزل المحله مع فريق المحله اللي عامل 8 نقط من خمس فرق لم يهزموا حتى الان في الدوري. اتمنى الاهلي يقدر يحقق الثلاث نقط بكره، لان الثلاث نقط بتوع بكره والثلاث نقط بتوع الخميس قدام سموحه هيدوا الاهلي راحه نفسيه قبل فتره الايقاف الطويله، وقبل اعتقد انه قد يكون لقاء السوبر
قبل العوده من التوقف. المكتب التنفيذي الاتحاد الافريقي يوم 24/25 هيحددوا فيه ميعاد ماتش السوبر اللي اعتقد هيبقى يوم تقريبا 24 ديسمبر في قطر. ديسمبر في قطر ميعاد مبدئي 24 ديسمبر في الدوحه. في الدوحه. فاعتقد ان هم هيحددوا هيعلنوا الميعاد. فالاهلي هيخرج مباراه سموحه على مباراه السوبر. بعديها بشويه بس مش هيلعب مباراه. فيروحوا وهم متصدرين بمعنويات عاليه. ولكن نتمنى ان التحكيم ما يخليناش نفقد لعيبه. يعني في مباراه الاسماعيلي اطرد اليو ديانج، مفيش واحد من الاهلي قال محدش قال حاجه. ما اتكلمناش طرد سليم 100% ومحدش اتكلم. طرد حمدي فتحي لولا الحاله اللي قبله فيها زي ما حضرتك قلت في البدايه. لا انا ممكن اقول ان هي فيها وعليها جايين هيلحقوا ان فيها وعليها، لكن فيها وعليها. انما الأول. في ضربتين جزاء يا كابتن. بعدين ضربه جزاء انا برضو اللي بستغرب له حاجة.